أنا ليا سؤال الحقيقة، إحنا بنمر بفترة استثنائية، فهل دور الفن إذا ما كانش هيكسب يبقى ينحصر، أو علشان أنا مش هكسب ما نزلش أفلام، ولا الأفضل إنه لأ اللي حصل ده إن هو إن إحنا ننزل مجموعة من الأفلام الناس تتفرج عليها حتى لو ما كانتش هتحقق عائد، ولكن هتساهم في تغيير نفسيات ناس كتير اللي مقررة إنها تنزل تروح السينما أو تاخد قرار زي ده؟ شايفة إيه؟ شايفه ان احنا نشوف بديل، يعني مثلا لو احنا شايفين دور العرض السينمائي ممكن تكون من احد يعني الاماكن اللي بتسبب عدوى بشكل كبير، رغم ممكن الناس تبقى واخده احتياطاتها والاعداد قليله، لكن فكره ان احنا ممكن نشوف بديل زي المنصات الالكترونيه. حل مناسب جدا ومنطقي في الظرف اللي احنا فيه، ظرف استثنائي حتم علينا شروطه وعلينا ان احنا نستمر معاها. يعني يمكن كلامك على المنصات الالكترونيه، فالفنانه يسرى نازله فيلم اسمه صاحب المقام، يمكن هل هو تجربة للمنصات الإلكترونية بتشوفيها هتنجح أكتر من الأفلام الموجودة في السينما؟ بصراحة يعني أنا شايفة أن كان اختيار ذكي جدا منهم أن هم يفكروا أن هم يطرحوا على منصة شاهد، ده كان اقتراح فعلا ذكي، وما كنتش متوقعة بصراحة أن المنتج أحمد السكر هياخد قرار زي ده، خصوصا أن هو دايما بيحب شباك التذاكر ودور العرض، لكن فكرة أنه هينتقل لمنصة إلكترونية في الظرف اللي احنا فيه شايفة أن هو قرار ذكي جدا. وبعدين احنا معانا يسرا وعندنا آسر ياسين، ففي عندنا ممثلين حقيقيين الناس بتحب انها تروح تتفرج عليهم، هم هيتفرجوا عليهم ومن غير مجازفه واونلاين، وكمان تأليف ابراهيم عيسى، واحنا عارفين التأليف العظيم ازاي هنحب نتفرج عليه.